بقناتي وقناتكم تي في ماجيك. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم السمك بالملح. هاد السمك هذا غنحتاجو ليه الملحه، هذه الملحه غليظه او ملح خشن، وغنديرو فيه شويه الزير، ونحتاجو ليه ثومه، واحد جوج وريقات تاع سالميه ما تكتروش، جوج ولا ثلاثة ديال الوريقات ما تفوتوهمش. كما شفتوا انا غاسله هنايا الحوتي، هذا غسلته خليته يتسكتر، خصو يتسكتر مزيان، مخصوش يتوقع فيه الماء. غندير الملحه كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل، هذا نسرحها مزيان في الطاوله، ندير شويه تاع العزير باش نسم ديك الملحه من بعد بحال البخار ديالها، غادي وشويه ديال ديك السالميه. الحوت غنزيد نشفو مزيان، خصو يكون ناشف مزيان باش ما يذوبلناش ديك الملحه قبل ما تسخن. ونكون ناشف مزيان مزيان مزيان، استمر على الطريقة هذه ورجع معكم. من بعد ما نشفت الكمية ديال السمك اللي عندنا، عندي هنايا كيما شفتو كاين عندي تومة وحدة غنديرها هنايا، نبقى شوية مزيان. كنستعمل بزاف هاد المهرس، كشتي غندقدقها مزيان مع هاد الشوي ديال العزير اللي عندي وداك الشوي ديال السالميه او السالميه. غنصاوب واحد الكريم ديال الثوم وهاد العزير والسالميه، صافي. من بعد غنهز هذاك العزير اللي دقدقت من قبل وغنديرو في الحوت من الداخل هو والثوم، صافي. وغنستفهم بحال هكا في اللاب، ضروري يكون الحوت اللي عندنا يكون ناشف مزيان، ما تديروش ما تخليوش فيه الماء، لحقاش الا كان فيه الماء كيشرب الملح بزاف. نغطي الكل بالملح، صافي. ندخلو الفرن، بس ضروري يكون الفرن سخون. على هاد الشكل هذا وغنرجع معاكم. كما شفتوا معايا هاد الحوت هذا او السمك غنرافقوه مع خضر. عندي هنايا قليل من البروكلي، قليل من الشيفلور ولا القرنبيط، عندي هنايا شويه ديال البطاطس وحده حبه واحده، ممكن تستعملوا قداش ما بغيتوا، وشويه ديال الفلفل الالوان. هاد الخضر كاع لي عندنا غنديرها هنايا هاد الإناء، غنزيد عليها الثوم نقطع على هاد الشكل هذا، الملحة، شوية ديال الزيت.
خلط الكل شوية الملح صافا، ندير البلاطة ديال الفرن. نديرو فيها لا ميل والو، ندخلها بحال هكا للفران ومن بعد غنرجع معاكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الطبق اللي درنا. واحد العشاء ولا غدا غادي، هو ساهل. شفتوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الحوت ديالنا. غنحيد ليها هاد الملحه كامله بحال هكا، ما نخليوش في الملحه باش نجبدوه من الفران، ما نخليوش في الملحه لاننا الا خليناه في الملحه غادي بحال لا تايب، يشرب بزاف ديك الملحه، خصو باقي سخون تحيدوا ليه كاع ديك الملحه اللي فوق منه. هو راه ما تيجيش ناعم، تيجي زوين، تيجي لذيذ. غنرافقوه مع الخضره على الشكل هذا كما شفتوا معايا، بقى سخونه الخضره على الشكل هذا كما شفتوا معايا، كتجي حتى هي رائعه. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. كنسوسو من بعد داك الملح اللي فيه صافي هو. المهم كنسوسو منو الملحه كامله اللي فيه في هاد الحوت هذا، من بعد تنحيدو ليه هاد القشره هادي بحال هكا، تجي ساهله باش تتحيد، تيبقى هاد الحوت نقي، كيجيش مالح، تيجي لذيذ بزاف.